براحة يا اخوانا براحة. اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله. أنا من المعتصمين عند الحرس الجمهوري، أنا ومجموعة من الأخوات المسلمين. أنا ما بتبعش أي حزب ومش من الإخوان المسلمين ولا أي حد. أنا عايز الرئيس بتاعنا بس يرجع لنا من وسط العصابة اللي هم خاطفينه. وإحنا وأنا رايحة عشان أتوضى كانوا الأخوات ابتدوا صلاة. أنا سمعت الشباب اللي واقفين عشان الحراسة وهم ماسكين العصيان وعمالين يضربوا ويعملوا صوت جامد. بقول لهم في إيه؟ أنا خفت. في إيه يا جماعة؟ قالوا لي في ناس جايين مش كويسين. ببص لقيت حوالي 5000 عسكري امن مركزي جاي بيكمل العده بتاعته بالخوز بالعصيان باسلحه بقنابل وعمالين يضربوا نار ويضربوا قنابل دخان على ناس وهم بيصلوا والناس راقعين. وبعد كده الجيش راح ردد عليهم، حرس الجمهوري الدبابات ردت بقنابل حيه رصاص حي من الحرس الجمهوري، وقبلها بخمس دقايق كانوا واقفين بيضحكوا مع بعض. وفي اللحظة التي يرون انها ممكن اخد منك تقول لي ايه اللي حصل؟ كانوا ضربوا عليها ضرب وكان بيصلي في الفجر ضربوا عليها نار والاطفال كانت بتموت جوه وضربوا عليها 5 سنين دموع واحنا بنصلي الفجر اكتر من 100 اكتر من 1000 قنبلة وسنين دموع من اليمين ومن الشمال ومن جوه الحرس مش عارفين نطلع لا كده ولا كده. جت ربنا يسعدك جت خانتنا احنا والاطفال. الموت في سبيل الله حرام، الموت في سبيل الله حرام،
ما حدش يلعب حد، ما حدش يلعب حد يا اخوان، ما حدش يلعب حد، ما حدش يلعب حد. اخواتي اللهم اغفر لنا كل الكتلة، you
فيديو. ايوه تعبان برضه بس على مالك برضه على مالك. اقعد 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 بس اقعد اقعد خبطوش وسع 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اللي حصل تماما كده بعد صلاة الفجر
بعد ما كنا بنصلي الفجر وبندعي الحرس الجمهوري هاجم على الناس، ما انضرب حرس حي خرطوش، ما رحمش كبير ولا صغير، ست ولا شيخ. جالنا حالتنا في المستشفى، حالات مضروبه في دماغها، وحاليا حالات ميته دلوقتي كتير جدا استشهدوا، اكتر من 20 حاله استشهدوا، وفي 80 معتقلين، في رصاص في الصدر ورصاص في البطن وفي الرجل، مفيش ادنى رحمه خالص. الرصاص كله في الحي، كله في الصدر، كله في الراس، مفيش على الرجلين رصاص خالص. وفي كمان خرطوش يا جماعه، دي مجزره مجزره مجزره. الجيش المصري ما ضربش ولا رصاصه على اليهود، يا راجل المصريين بالمنظر ده، ده حرام حرام حرام. زاد عن 50 شهيد النهارده و100 جريح، وكلها اخوانا اصابات خطره جدا، اللي في الصدر واللي في البطن واللي في الرجل. حرام يا جماعه، حرام اللي بيحصل ده، والله يا اخوانا حرام. الصور اكبر الف دليل من نتكلم ده. بص كم حاله عندنا، ولا عندنا يمكن ولا حاجه خالص. الناس اخوانا بتموت، حرام يا جماعه الكلام ده، حرام يا اخوانا الكلام ده. احنا في رابعه بنموت دلوقتي، احنا في رابعه بنموت، بنتدبح بنتدبح بالرصاص الحي يا اخوانا. كل واحد شريف، كل امراه شريفه تنزل تساعدنا، احنا بنموت بنموت من الجيش بتاعنا عشان السيسي عاوز منصب. يا اخوانا الرصاص كله حي، حي في الصدر وفي البطن وفي الرجل، مفيش رحمه لاخوك المسلم ولا المصري. الرصاص بيخش في المخ بيطلع الناحيه الثانيه، معناش اي اجهزه خالص. حرام يا اخوانا حرام، وانا الي وانا الي راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.
كل ده راح صحه يا يا رب زي ما حرقوا قلبي وقلب كل الاباء السكالة والامهات السكالة دول يا رب. تودروس ينصب لنا رئيس جاي يقف عشان تودروس ما ينصبش رئيس لمصر. جاي وقف عشان بنقول لا لا حكم عسكري وكلاب تاني لا. جاي عشان يقول اللي يخون رئيس مصر لا. جاي يقول اللي بيحاربوا دين مصر لا. اللهم إنا قد بلغ علينا فارنا فيه معجائب قدرتك.